شربيني. مساء الانوار يا مجد، اتفضل. مجد الشربيني، اتفضل يا مجدي. لا والله يا كابتن، معاك احمد جعفر. يا احمد، يا جعفر، مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت، طبعا تحياتي لحضرتك، طبعا ضيوف حضرتك، ما اعرفش مين مع حضرتك. الكباتن الكبار حسن شحاته، فاروق جعفر، مجدي عبد الغني. طبعا انا بس عليهم واحد واحد، طبعا كابتني وكابتن مصر وكابتن حسن طبعا وكابتن فاروق وكابتن مجدي عبد الغني طبعا تحياتي اليوم. ويا احمد يا جعفر، انت عارف ان الهدف اللي انت جبته ده هو اللي ابقى على فرص الزمالك في المربع الذهبي؟ لا يا كابتن، انا عارف ان التعادل كان يقدر، كان لسه في امل وكده الماتش الجاي باذن الله، بس انا شايف يا كابتن الماتش النهارده يعني حرام ان نطلع تعادل. بس انا شايف ان اول دقيقه بنضيع اجوان غريبه ما تضيعش، يعني العرض النهارده بتجيب ثلاث اجوان مؤكده. بس احمد ربنا طبعا مش بيصاب، طلع على الكوره النهارده وعلى البونت احسن ما فيش وكده، ان شاء الله باذن الله نركب في الماتش الجاي ونقدر نعوض باذن الله. إضاعة الأهداف الكتيرة دي يا أحمد، من وجهة نظرك هل ضغط عصبي؟ هل خوف على النتيجة؟ وجهة نظرك إيه السبب؟ أكيد يا كابتن طبعا إضاعة الأهداف دي يعني بتبقى ضغط على اللعيبة وكده، كله عايز يجيب جول وكله عايز يكسب الفرقة، فاللي يحس إن الفرصة أنا يعني هتعمله بتبقى صعبة وتضيع منه. بس الحمد لله طبعا يا كابتن على النتيجة النهاردة، كنا ممكن نطلع خسرانين بس الحمد لله بفضل الله ربنا كرمنا الحمد لله على التعادل. وان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك ماتش الشوط انا ماتش حياه ومرهق، يعتبر نهايه بطوله باذن الله، نستعد لكم شوط نكسب باذن الله. احساسك يا احمد لو كنت بدات المباراه النهارده ربما كانت النتيجه تغيرت بشكل افضل للزمالك؟ الله اعلم يا كابتن، الحاجات دي بتبقى في علم الغيب وكده، كان ممكن تبقى افضل وكان ممكن تطلع زي ما هي، كان ممكن لا قدر الله يبقى في استعراض. الحمد لله طبعا انا بحمد ربنا وبشكر فضله، وطبعا بيروي الجهاز طبعا وبيحترم طبعا، الواحد بينزل بياتي يقف عليه وربنا بيكرمنا الحمد لله. محمد ابراهيم هو المكلف بضربات الجزاء في الزمالك يا احمد؟ طبعا. ايوه كابتن، محمد من اول السنه هو اللي بيشوطها، بس يمكن عشان كان عليه بس شويه ضغط وكده فيمكن يعني ما كانش مركز فيها قوي، بس الحمد لله يا محمد عمل ماتش كويس النهارده، وكنا ممكن زي ما قلت لحضرتك انت فاكر من اول دقيقه احنا عملنا بقى اجوان وكده، وربنا ما كانش موفقنا، بس الحمد لله طبعا الحمد لله. اخيرا يا احمد، اخيرا وانتم متخلفين بهدفين ما بين الشوطين، كان الكابتن ميدو كلامه ليكوا ايه في اوضه اللبس؟ ان احنا في الشوط الثاني ضاغطين من اول دقيقه في الشوط الثاني، وضاغطين الفرقه السجله ان احنا نجيب جول، والثاني يمكن ده اللي حقق لنا ان احنا يعني جبنا ضربه جزاء وضاعت وبعدين جبنا جول وجبنا هدف ثاني في اخر دقيقه. كنا ممكن يا كابتن ضربه جزاء لو جت كنا ممكن نطلع كسبانين النهارده، الحمد لله طبعا كسبنا. انت مستمر يا احمد مع الزمالك؟ مستمر الموسم الجاي؟ ان شاء الله طبعا، ده بيت يا كابتن وموجود فيه طبعا. انا مش عارف الناس اللي هم يعني خلاص يقولوا مثلا مش مخليني احمد جعفر كده، لان ده بيتي ناس زمالك، وانا يعني بقى لي 6 سنين في النادي متربي فيه، يعني قعدت في ناس زمالك اكتر ما قعدت في بيتي مع اهلي، فان شاء الله باذن الله نكمل باذن الله لحد ما يعني يكون ماليش نصيب فيها الزمالك باذن الله. اه، لكن انت المفروض ليك تجديد السنه دي. ده كابتن لسه مجدد السنه دي، لسه مجدد. اه انت لسه مجدد، اوكي. مبروك يا احمد، وابقيت على فرص الزملكاويه في المربع. مبروك يا احمد، ربنا يخليك. مبروك يا حبيبي، الف مبروك.